هذا المنبر الطيب نطالب إخوتنا وأبنائنا في الجيش الوطني بتطهير منطقة شرق الفرات من البكاكا والبيادي والعصابات الأخرى. لا شك بأن كان هناك إصرار كبير جدا على عقد هذا المؤتمر في منطقة شرق الفرات وخاصة في منطقة تل أبيض التي كانت تتعرض إلى عملية إرهابية من قبل ميليشيات البيادية قسد. لأول مرة يعقد في منطقة نبع السلام، طب وسبق أن عقد في شمال حلب مرتين. هذا الاختيار لهذه المنطقة لأنها تتعرض لاستهداف التنظيمات الإرهابية، وأهم أهداف المؤتمر هنا في هذه المنطقة هو المكافحة التنظيمات الإرهابية وإنشاء الأمن والاستقرار. ونحن في الهيئة السياسية لمحافظة العسكة حرصنا على الحضور هنا إيمانا منا بدور العشائر. جاء انعقاد هذا المؤتمر في هذه المنطقة بعد تنظيفها من خلايا البيكيكي والميليشيات الانفصالية التي عادثت بهذه المناطق الفساد. فهذا أول مؤتمر يعقد على هذه الأرض الطيبة، هي أرض الجزيرة، وأصبح ملتقى العشائر في على أرض الجزيرة، والمنطقة هي لها تاريخ عريق في سوريا. فاجتمعت ممثلين كافة العشائر السورية على هذه الأرض الطيبة، وتوجه رسالة إلى كافة الميليشيات الانفصالية الابتعاد عن الأراضي والسير في طريق الثورة والانضمام إلى صفوف الثوار من أجل خلاص الشعب السوري من النظام المجرم ومن الفصائل الميليشيات البيكيكي وداعش وأمثالها.